حضر سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية الحفل الذي أقامه فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف رئيس جمهورية الشيشان الصديقة بمناسبة عيد ميلاد فخامته، وذلك بحضور عدد من رؤساء الجمهوريات والمسؤولين وعدد كبير من المدعوين. وخلال الحفل قدم سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة هدية تذكارية إلى فخامة الرئيس رمضان أحمد قديروف بمناسبة عيد ميلاد فخامته، معربا سموه عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامة الرئيس بموفور الصحة والسعادة وللشعب الشيشاني المزيد من التقدم والرخاء في مختلف المجالات، سائلا سموه المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامته بالخير واليمن والبركات وأن يمتعه بموفور الصحة والعافية. وتم خلال حفل عيد ميلاد فخامة الرئيس تقديم العديد من العروض المتميزة التي امتزجت بين الثقافية والفنية والتراثية والفلكلورية، كما تم تقديم أغنية ترحيبية بسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة باللغة العربية.